السلام عليكم. كنترول هي لعبة من تطوير فريق ريميدي الفنلندي اللي بدأ مساره في تطوير الألعاب من سنة 1995، وتعتبر كنترول لعبتهم التاسعة. بنفس الوقت هي أول لعبة طورها الفريق وتصدر على أجهزة البلاي ستيشن من 2003. أحداث اللعبة بتكون داخل المكتب الفدرالي للتحكم، وهي وكالة أمريكية سرية هدفها كبح ودراسة والسيطرة على مجسمات وظواهر غريبة معاكسة لقوانين الطبيعة. هذه المجسمات تدعم بمجسمات القوة وتقدر تستخدم بعضها لكسب قدرات جديدة. خلال لعبك راح تكتشف مبنى المكتب الفدرالي للتحكم في مدينة نيويورك، واسم هذا المكتب البيت القديم. هذا البيت القديم موقع في منطقة منهاتن في مدينة نيويورك، ويسمى باللعبة مكان القوة. المبنى من داخل أكبر بكثير من حجمها الخارجي بسبب اتصاله بأكثر من بعد لا تنطبق عليه القوانين الطبيعة. تبدأ أحداث اللعبة مع وصول شخصيتك جيسي فيدن إلى المكتب الفيدرالي اللي اختطفه أخوها ديلن من أيام الطفولة بسبب حصول حادثة غير مألوفة. وخلال دقائق من وصولها إلى هذا المكتب لاحظت بأن في مجموعة من المخلوقات تهاجم المكتب، واسمهم الهس. الهس عندهم القدرة في السيطرة على أجسام البشر وبدأوا يسيطرون على عملاء المكتب الفيدرالي. بعد وفاة رئيس المكتب الفيدرالي بشكل مريب، عينت جيسي بشكل مفاجئ كرئيسه بعد استخدامها للسلاح السيرفس ويبن. هذا السلاح يعتبر مجسم قوة، وهو بمزاجه يقرر منه رئيس المكتب الفيدرالي. بما أن جيسي عندها قدرات خارقة، فبشكل سريع كفلوها بالتخلص من الهس وإعادة الأمل في المكتب. اللعبة مثل ألعاب الاستديو السابقة من منظور ثالث، ومبنية على محرك الفريق الخاص نورث لايت اللي استعملوه لأول مرة في لعبتهم السابقة كوانتم بريك حصرية الإكس بوكس 1. على عكس ألعاب ريميدي الخطية السابقة، كنترول فيها خريطة كبيرة وتعطيك الحرية في استكشاف عالمها بشكل غير خطي. وما تصير لعبة بهذا الحجم إذا ما كان فيها تنقل سريع اللي تفتحه مع كل كنترول بوينت. راح تكسب قدرات جديدة مع كل غرفة غريبة فيها الألغاز تحلها، وهذه القدرات تفتح لك المجال في الوصول إلى مناطق جديدة داخل البيت القديم، وبنفس الوقت بتوفر لك مهمات جانبية جديدة. جيسي لها سلاح واحد في اللعبة وهو السيرفس ويبن. هذا السلاح الخارق له القدرة بالتحول إلى أشكال مختلفة حتى يسعفك في حالات قتال مختلفة. كمثال، بعد طلقات السلاح تشبه طلقات المسدس العادي، وبضغطة زر واحدة تقدر تحولها إلى إطلاق طلقات متشتتة مثل الشوزن حتى تساعدك لما يكون الأعداء قريبين منك. طبعا هذه غير قدرات جيسي الثانية اللي تخليها تجذب مجسمات حولك من البيئة وترميها على الأعداء، وقدرتها على التحليق، وأيضا تقدر تسيطر على بعض الأعداء وتخليهم يساعدونك في القتال. مع اكتشافك لعالم اللعبة راح تتوفر لك قدرات جديدة تغير من أسلوب اللعب وقتالك برضه، وتخلي الحركة في اللعبة ممتعة. البعض قد يشوف جيسي شخصية خارقة، لكن فعليا قدراتها محدودة، لأن كل قدراتها تأخذ من عداد معين، لما ينتهي راح تنتظر يرجع يتعبأ مرة ثانية حتى تقدر تضرب الأعداء من جديد. فلازم تكون حريص على متابعة العداد بشكل مستمر، وتكون حذر في استعمال أي قدرة، لأن اللعبة ما ترحم. الأعداء هم عملاء مسيطرين عليهم الهس، ولهم أصناف مختلفة: العادي اللي يجيك برشاشات، واللي مع مسدسات تقليدية، وبعضهم الانتحاري اللي يقرب منك وينفجر. اللعبة تحتوي على عناصر RPG خفيفة، فيها شجرة قدرات تقدر تطور فيها دم شخصيتك وقوة الضربات المختلفة. كنترول بتكون مغامرة لفريق ريميدي، لأنهم أول مرة يشتغلون على اللعبة بهذا الحجم، وإحنا متحمسين لخوض مغامراتهم لما تصدر اللعبة يوم 27 أغسطس القادم. يعطيكم العافية على المتابعة، مع السلامة.